الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازنا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم خصوصا على اولهم معذبهم بالتحديد سيدنا امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير الناقد بالصدق والصواب سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران كامل الحياء والايمان سيدنا امير المؤمنين عثمان بن غفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه وعلى عمه الشريفين بين الناس سيدنا الحمزه والعباس رضي الله تعالى عنهما